بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين في كل مكان، أهلا بكم في برنامج الممر. النهاردة هنتكلم في قضية مهمة جدا بيتأثر بيها الأطفال قبل الكبار، بيتأثر بيها الأطفال بسبب أخذ قرار في فرصة في وقت بتبقى الأب متسرع وغضبان، بياخد قرار على أساس السرعة فبتحصل له مشكلة هو وزوجته. وهيكون مشرفنا النهاردة إن شاء الله في البرنامج الأستاذة رانيا عاطف العنوسي، أستاذة المحامية. أهلا بحضرتك يا أستاذة رانيا. أهلا بحضرتك، أنا سعيدة جدا إن أنا موجودة مع حضرتك في برنامج الممر لأنه برنامج هادف ومفيد. أهلا وسهلا بحضرتك. والأستاذة مروة عاطف العرنوسي، أهلا وسهلا بحضرتك، منورانا في البرنامج. أهلا وسهلا بحضرتك، متشكرة جدا لاستضافة حضرتك في برنامج الممر، برنامج جميل. تسمحوا لي أسألكم سؤال شخصي، أنا ما شاء الله يعني أنتوا إخوات وفي نفس المهنة، ففي حد كان بيشجعكم اللي انتوا تخشوا مجال المحاماة برغم ان مجال المحاماة بيحتاج وقت وجهد؟ في فترة الصبح بتبقى في المحاكم وفي فترة اخر النهار بتبقى موجودين في المكتب، فممكن يا استاذة رانيا بعد اذنك تقول لنا سبب دخولي مهنة المحاماة؟ هو والدي مستشار قانوني عاطف العرنوسي، ما شاء الله، هو اللي حببنا في المحاماة، لان انا نشأت تربية قانونية، فشفته وهو بيجيب حقوق المظلومين اللي في الاخر بيبقى على بيتدخل عليهم السعادة والسرور والفرح، ودي احسن حاجة الانسان بيعملها في حياته ان هو يجيب حق المظلومين. وثانيا ان انا كان دي كانت حلم طفولتي، كنت بقعد البس الروب بتاع بابا واقعد اترافع قدام اخواتي. جميل. من صغري حباها، والحمد لله ربنا وفقني ان انا الحمد لله ان انا بقيت محاميه. وبالنسبه لحضرتك يا استاذه مروه، زي ما قالت اختي جا بالظبط، وكمان انشانا في اسره قانونيه وبابا حبيبنا في المهنه، وهي لان مهنه المحاماه هي اهم مهنه لان هي بتسعد كل مظلوم وبتظهر براءته. طبعا مهنه المحاماه من المهن الساميه اللي موجوده طبعا، وتساعد على رجع الحق لاصحابه. فنخلونا نخش في موضوعنا على طول. احنا النهارده عايزين نتكلم على مشكله الطلاق، فبعد اذنك يا استاذه رانيا تكلمينا على ايه الاسباب اللي بتوصل الزوجين في نقطه الطلاق. اول حاجه بتوصل الزوجين بنسبه اللي هو اللي هما يوصلوا طلاق. لمرحله الطلاق ان هو الاختيار الخاطئ، عدم حسن الاختيار، وده بيندرج تحت اللي هو في الدين والنشأة اللي الزوج والزوجة نشأوا فيها، وعدم الاحترام والتوافق، عدم الاحترام المتبادل بين الزوج وزوجته، وعدم التوافق الفكري. تمام. ما بينهم. تاني حاجة اللي هو تراكم المشكلات اللي هو ما بيحلهاش بسرعة، لا ده بيسيبوها فترة مع الوقت ان هي بتبقى لغاية ما تحصل انفجار وضغط كبير على الزوج والزوجة، فبتولد من طرفين اللي هو لا خلاص كده الحياة الزوجية بتنتهي. حضرتك تقصدي اللي المفروض من البداية بتبقى فيه توافق فكري وتوافق نفسي، وأكيد طبعا في فترة الخطوبة اللي بتبقى بين الطرفين. وفترة الخطوبة كمان بيبقى بدل ان هو كل اذا كان الخطيب يعني اللي هو يبين الاثنين يبينوا صفاتهم لبعض، بتحصل ان لما بيتجوزوا بيتفاجئوا بيتصادموا بصفات بعض، فهنا ما بيعرفوش ان هم يتعاملوا. تمام. طب نطلع فاصل طيب ونرجع لحضراتكم تاني. اهلا بالسادة المشاهدين، رجعنا لحضراتكم تاني عشان نواصل الحوار. ممكن نسأل حضرتك يا استاذة مروة، هل التواصل الاجتماعي كان ليه عامل في مشكلة الطلاق؟ طبعا ليه عامل في مشكلة الطلاق، لان التواصل الاجتماعي اما بيجيب يظهر ايجابيات او سلبيات، لان السوشيال ميديا
توصل لحياة مثالية غير اللي في الواقع خالص، يعني اللي بيظهروا المثاليات بس والإيجابيات زي السفر والخروجات والحاجات دي غير اللي في الواقع. ما الزوج والزوجة بيبدأوا هنا يقارنوا بين حياتهم الواقعية والسوشيال ميديا، ما بيلاقوا في اختلاف كبير، من هنا بتبدأ المشاكل. يعني حضرتك بتقصدي اللي الوسائل التواصل الاجتماعي عليها ممكن دور سلبي او دور ايجابي في حالة وصول الطرفين في نقطة الطلاق؟ طبعا، لان السوشيال ميديا في كل البيوت دلوقتي، لان كلنا ماسكين موبايلات، ما كل واحد بيتأثر بقى بيها بقى، اذا كان هو بقى بيتأثر بالسلب او بالايجاب، لان هي بتظهر المثاليات بس، ما بتظهرش ما وراء الكواليس. يعني حياتهم يعني الانسان في طبيعي ما بيبقاش عنده حياه مثاليه، بيبقى فيه حاجات سلبي وحاجات ايجابي، بس السوشيال ميديا بتظهر بس المثاليات ما غير في الواقع. في الواقع بقى الزوج والزوجه بيبداوا هنا يشوفوا ويقارنوا، الحياه مش زي هي بالظبط، ما يبداوا هنا بقى في اختلاف بينهم. تمام، جميل جميل حضرتك، كلام مظبوط. نرجع للاستاذه رانيا، ممكن حضرتك تكلمينا على النقطة بتاعت المحاكم بالنسبة لأنواع الطلاق إيه؟ أنواع الطلاق في القانون المصري عندنا، أول حاجة الطلاق بسبب ضرب وإهانة الزوج للزوجة، وهنا المحكمة بتقبلها بس بشرط إن لازم تكون فيها شهود بتثبت تعرض الزوجة للضرب والإهانة، ومش بس كمان ضرب، دي كمان يعني كمان اللي هي بتأثر نفسيا في الزوجة. تاني حاجة الطلاق للهجر، وده مش معناه ان يكون الزوج مسافر بره الوطن، لا، الهجر هنا ان يكون الزوج مع الزوجة في نفس البلد بس هاجرها تماما، ما بتحملش اي يعني اي اعباء الحياة الزوجية معاها، فهنا بتضطر ان هي تعمل دعوة بطلاق للهجر علشان ان هي كده متضرره بيه. تمام. برضو لازم المحكمه عشان تقبلها لازم تكون برضو تجيب شهود تثبت ان الزوج هاجرها. تالت حاجه اللي هو الطلاق اللي هو الغيبي، اللي هو السفر، ان بيكون الزوج مسافر بره الوطن لمده تزيد عن سنه لاسباب غير معلومه، وبرضو مش متحمل اعباء مع الزوجه، فهي برضو بتكون متضررة ان هي بتكون متزوجة، بس في نفس الوقت يعني الحمل كلها عليها هي. برضو الطلاق لان الزوج مش عايز ينفق على الزوجة. تمام. ولا يلبي احتياجاتها اللي مفروضة منه. تمام، يعني كده لو الزوج مسافر برا البلاد وما بيتابعش زوجته او اولاده، من حق الزوجة اللي هي ترفع دعوة طلاق في المحاكم ويتحكم لها بالطلاق؟ بس لمدة تزيد عن سنة. طب لو هنفرض دلوقتي لو الزوج مش قادر يوصل لزوجته عن طريق أي سبب، يعني مثلا دخل في مرض فما قدرش يتواصل مع زوجته، فالوضع هنا تبقى هنا في أسباب معقولية إن بعد كده إن هو اسباب معقوليه ان هي يعني ان في ظروف قهريه بالنسبه له، لكن احنا بنتكلم على الزوج اللي فعلا بيسافر وينسى بيتعمد وينسى ان هو ليه زوجه هنا واولاد، وبيروح يعيش حياته بره عادي خالص، فهنا بقى الزوجه هنا بتبقى ليها حق ان هي تتضرر. طب في الحاله دي حقوق المراه اللي طلبت الطلاق هتبقى حقوقها ايه؟ ممكن حضرتك تكلمينا في النقطه ديت؟ حقوق المرأة اللي هي طلبت الطلاق هنا هي عندها، لو كانت يعني عندنا حاجتين، لو كانت حاضنة أو غير حاضنة. لو كانت غير حاضنة هي بيبقى ليها ثلاثة بس، اللي هي نفقت العدة اللي هي 3 شهور. تمام. ومؤخر الصداء اللي مكتوب في قسيمة الزواج. تمام. وتالت حاجة اللي هي نفقت المتعة اللي هي 2 سنين اللي هي 24 شهر. إذا كانت بقى حاضنة بيتضم عليهم اللي هي مسكن، تمكينها من مسكن الزوجية أو أجر مسكن فيها أو أجر الحضانة. تمام. اللي هي مقابل حضانتها لأطفالها، أجر الرضاعة، أجر اللي هو نفقة للصغار، مصروفات علاج طبعا للصغار، مصروفات اللي هو لبس صيفي ولبس شتوي، مصروفات تعليم طبعا الصغار. تمام. هنرجع للأستاذة مروة وهنقول لحضرتك
تكملة للسؤال بتاع الأستاذة رانيا، هل يمكن استئناف حكم الطلاق الضرر؟ ايوه طبعا، لان هنا القانون شرع ان الطلاق الاستئناف بيعمل استئناف ونقض. ليه؟ لان الاستئناف، لان لو الزوجه اتحكمت من اول درجه، لا يحق للزوج ان يرفع قضيه استئناف ويثبت عدم صحه الاسباب اللي الزوجه اعطتها للمحكمه. وهنا كمان هي ليها كمان في النقض، اللي هي ترفع كمان نقض، لان دعوه الاستئناف لازم الضرر لازم يتاكدوا ان الاسباب صحيحه. يعني المحكمه بترسل خبير نفسي وخبير اجتماعي بيقعدوا مع الزوج والزوجه عشان الطلاق ده قرار صعب، ما لازم يتاكدوا 100% ان القرار ده صحيح. وده عكسه اصلا في الخلع بقى بيبقى من اول درجه بس، لان اول حكم خلاص هو من اول درجه وكده خلاص خلص. طب وفي الحالة دي بتبقى سن الحضانة بتبقى سن كام سنة؟ للولد 15 سنة والبنت 15 سنة، بس البنت بتمتد لحين الجواز، لأن في الوقت دوت إن الأطفال بيبقى محتاجين رعاية الأم واهتمام الأم، ومسؤولية الأم بتبقى في الوقت ده هما محتاجينها على غير الأب. لكن بعد 15 سنة بالنسبة للولد هو بيبقى محتاج أبوه، لأن هو بيبقى محتاج بقى القوة والمتابعة بين الأب أكتر من الأم في الحالة دي. تمام يا أستاذة رانيا، هو بالنسبة هل تسقط النفقة في حالة حبس الزوج؟ لا تسقط النفقة في حالة حبس الزوج إلا إذا كان بأمر القاضي، وهنا الزوج ما بيتحبس غير لما بنرسل له إنذار على يد محضر، لكن لا تسقط النفقة. متى تسقط نفقة الزوجة المطلقة في القانون المصري؟ هي ما بتسقطش بس إلا في حالتين بس. الحاله الاولى ان الزوج اللي هو اداء الزوج النفقه دي اللي هو بيديها كده النفقه، تاني حاجه اللي هي الابراء، ان الزوجه بتتنازل ليه عن كل حقوقها. تمام، يعني كده موضوع الطلاق ده يا استاذه مروه بيأثر بالسلب على الافراد الاسره وخاصه الاطفال، وبينعكس الموضوع دوت على المجتمع ككل. فحضرتك شايفه ايه الحل اللي ممكن يقلل النسب بتاعه الطلاق، عشان احنا في المجتمع عندنا وصلنا في نسبة كبيرة؟ طبعا، لان نشأة الاسرة دي بتبقى هي اول تكوين لبناء مجتمع وبناء اسرة كاملة، بيبقى هما من اهم هي الاسرة. لازم يبقى في تريث في القرارات، يعني ما ينفعش نطلب الطلاق على طول من اول مثلا مشكله او من اول خناقه، لا لازم يكون مثلا في وقت مثلا خلاص في تعصبوا، ممكن نجيب حد حكيم بيحكم ما بينهم. لكن طلب الطلاق دوت لازم يكون بعد خلاص، يعني في خلاص في استحاله العشره، في الاطفال هيتاذوا اكتر من لو هم استمروا مع بعض. علشان كده بيبقى الطلاق في الوقت دوت بيبقى خلاص هو ده الصحيح. يا المشكلة يا أستاذة مروة، الأطفال هم اللي بيدفعوا فاتورة الانفصال بين الأب وبين الأم، وبتبقى في حالة نفسية صعبة جدا ليهم، وبينشأوا نشأة غير صحية من الحالة النفسية. طبعا، لأن الطلاق لما بيتاخد خلاص الأم هتروح تعيش حياتها والأب هيروح يعيش حياته، من الأطفال هم دول بس اللي بيكونوا متحملين المسؤولية أكتر في الضرر النفسي، والضرر بيبقى واقع عليهم اكتر. علشان ممكن نتفادى من كده بقى لما يكون الطلاق يكون بشكل ودي احسن، بيكون بتفاهم ما بين الاب والام علشان الاطفال دولت ما يتاذوش، لان لو في حاله وقوع طلاق. لكن احنا طبعا بنقول ما ينفعش نطلب الطلاق على طول، عشان نراعي الاطفال الاول. يعني حضرتك تقصدي حتى لا قدر الله لو حصل حاله طلاق، لازم يكون في احترام بين الاب والام اتجاه اولادهم، ويتابعوهم وما يسيبوهمش في حالات نفسية صعبة بسبب القرار اللي هم خدوه. ايوه طبعا، لان نفسية الطفل هي دي بيبني هو دوك، يعني ده الجيل الجديد اللي طالع، لازم نشوف ونراعي النفسية بتاعته. لما يلاقي ام واب بيحترموا بعض غير لما يلاقوا ام واب مفيش خلاص ود، حتى لو هم في حالة انفصال ولقى باباه ومامته اللي هم برضو متفاهمين بس ما قدروش يكملوا مع بعض، والاحترام متبادل منهم، دي هتقلل الضرر شويه بالنسبه للاطفال. ايوه، يعني لازم خلاص الاب والام خلاص اتطلقوا، ما يبقاش فيه خلاص بقى اللي انا هعند في الاطفال، لا ده الاطفال هم اللي بيوقع عليهم، ما ينفعش فيه عند بقى خلاص في الموضوع ده لو طلقته. لازم يكون في احترام ما بين الطرفين علشان الاطفال يطلعوا بنفسيه سليمه وكويسه للمجتمع.
ويا استاذه رانيا، الطفل هو الاساس المستقبل. لما يشوف والده ووالدته في خلافات مستمره، فحضرتك شايفه كده هيطلع في المجتمع بصوره شكلها ازاي؟ طبعا هو اول حاجه قبل ما يعني للمجتمع، هو نفسه بيحس ان هنا الاب كارهه والام نفس النظام، ان هم ما قدروش يصبروا عشان ان هو يتربى في بيئه متزنه بين اب وام كويسين. برضو الاب عليه دور ان هو يحتضن الاسره ويصبر على الزوجه، بلاش اللي هو التسرع في اول حاجه اللي هي الطلاق، وبرضو الزوجه ان هي برضو تصبر على زوجها علشان خاطر الاولاد دي ما تروحش ضحيه الانفصال، وضحيه ان هو في الاخر بيبقى مشرد من ام في ناحيه واب في ناحيه، اب متجوز فبيعيش حياته وينجب عادي اطفال تاني، وام نفس الطريقه، فهو اللي بيبقى تعبان، فلما بيجي يكبر بيحس ان ما حسش بالاحتواء والحب، فهيجي يكرر نفس اللي شافه من هو طفل. حضرتك في بدايه الحلقه اشرتي على فتره الخطوبه، بتبقى هي دي فتره اختبار بين الطرفين، فلازم كل واحد يبان على طبيعته وما يتجملش للطرف الاخر، عشان لما يتجوزوا ما يتصدموش بالواقع ويلاقوا حاجه مختلفه كانوا شايفينها فتره الخطوبه. تمام. فدي يعتبر برضو سبب من اسباب الطلاق. سبب طبعا من اسباب ان هم بيتجملوا بالصفات، محدش بيقول للتاني صفاته، فبالتالي اول ما بيتقفل عليهم باب هنا الصفات طبعا طبيعي بتظهر، فهنا وكل الكلام اللي كان بيتقال في ايام الخطوبه ما بيكونش ده الحقيقه، فبيحصل هنا تصادم، ولما هنا بيحصل تصادم هنا على طول ما بيقدروش يكملوا، لان هو بنى حياته على اساس كلامها وهي بنت حياتها على اساس كلامه، ففي الاخر بالنتيجه بتبقى جايه من اطفال، اللي هي في الاخر النتيجه والتاثير الكبير هو اللي بيتحملها الاطفال مش هم، يعني اكتر حد متضرر فيها هم الاولاد. فعشان كده لازم ان احنا نتمهل في الخطوبه ونتمهل في اختيار الشريك، اذا كان للراجل او للمراه، ان هي حسن الاختيار، وان هي تبص طبعا لاول حاجه الدين زي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كان بيوصينا، وتاني حاجه النشأه، ان هم يكونوا نشأوا في اسره سويه محترمين العادات والتقاليد اللي احنا تربينا عليها كلها، وتعظيم اللي هو شأن الأسرة، وان مش سهلة كلمة ان هو انت طالق، وسهلة ان هي بتسيب البيت وتمشي. علشان يا كلمة انت طالق ديت كلمة سهلة وبتتقال، بس بتبقى مردودها صعب جدا على الأطفال، وبتدمر الأسرة، وبالتالي بينعكس على المجتمع ككل. فكلمة بسيطة بتتقال، فمفروض يكون في تروي، ولو في أي مشكلة لازم الطرفين يقعدوا مع بعض ويناقشوها في هدوء. اللي بياخد قرار في وقت العصبية وبعد كده بيرجع يندم عليه طبعا، وأكبر ندم كمان اللي هو بيبقى خلاص هد الحياة الأسرية اللي هو كان عايشها، هد اللي هو استقرار العيلة، بقى ابنه مش بتربى معاه، أو بنته مش متابعهم، هي نفس الطريقة الأم مبقاش فيها معاها زوج يراعي الأولاد، لأن هما بيبقوا الأولاد محتاجين الأب ومحتاجين الأم. أكيد طبعا. فمحتاجين الاتنين يكونوا متوافقين متفاهمين، حتى لما يحصل مشكلة يحلوها باحترام متبادل. دايما المفروض يكون في ثقافة الاعتذار قبل ما المشاكل ما تكبر، علشان نتجنب حدوث الطلاق، وكمان لازم يكون في صبر من الطرفين، ويعرفوا ان الجواز مسؤولية، هما الاتنين شركة فيها، مفيش حد يعني هو اللي هيتحمل مسؤولية ده لوحده او التاني لوحده. عدم النقد، ان هما الاتنين يفضلوا يقعدوا، هو ينتقدها وهي تنتقده، اللوم بالذات كمان قدام الاطفال، يعني لما بتبقى في اي مشكله بين الزوجين فلازم يتناقشوا في مكان بعيد عن الاطفال، والاطفال ما يكونش مباشرين وشايفين والدهم والدتهم بيتخانقوا باصوات عاليه.
بالظبط، فبينعكس برضو على الأطفال نفسيتهم تمام. وعلى المجتمع تمام. واللوم ان هي بيفضلوا يلوموا بعض على طول. تمام تمام. أعزائي المشاهدين هنطلع فاصل ونرجع لكم تاني. احنا مع الأسف انتهى وقت حلقتنا، فإحنا بنشكر حضرتك يا أستاذة مروة، نورتينا في البرنامج. أنا بشكر حضرتك جدا لحضرتك استضفتني. بنشكر حضرتك يا أستاذة رانيا. حضرتك عايزة تقولي حاجة أخيرة قبل ما نختم الحلقة؟ مش حاجة، بشكر حضرتك جدا تاني. وحاجة كمان، إن إحنا مكتبنا بيستقبل إن إحنا نساعد أي يعني أي حد عنده مشكلة، فمكتبنا بإذن ربنا يقدر يساعده. شكرا أعزائي المشاهدين، انتهت حلقتنا، وعلى أمل لقاء إن شاء الله يوم الثلاثاء القادم في برنامج الممر. مع تحياتي فتح النجار.